السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا للموضوع الثاني من التانلينج. الموضوع الأول احنا أخذناه، الموضوع الثاني اللي هو Point to Point Tunneling Protocol، أو بمختصر يسموها Double PTP أي PPTP، هذا هو المختصر، أكيد كثير من عندكم شايفينه. طبعا Double TP يعتبر من التنلات، التنل بمعنى نفق، يعتبر من التنلز السكيور، الآمن للتنقل الترافيك طبعا عبر الاي بي باستخدام التربل بي 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 وايضا الدبل بي تي بي. بيعمل انكابسوليشن، بمعنى يعملها مثل كبسول، داخل كبسول حيضع الباكيتس عن طريق فيرتشوال لاين، بمعنى خطوط افتراضية. هذا حتشتغل طبعا عبر الاي بي والدبل بي تي بي بمساعدة منه التربل بي، وأيضا بمساعدة الـ MPPE في حال إذا استخدم أنظمة مايكروسوفت اللي هي MPPE Microsoft Point to Point Encryption. الفكرة من عنده أنه يعمل لك Encrypt للينك، تشفير للينك اللي راح يربطك بينك وبين السيرفر. الهدف من هذا البروتوكول هو أنه يعمل اتصال أو يدير اتصال مؤمن secure connection بين الرواتر، وكذلك ممكن يكون بين الرواتر وبين ال point to point tunneling protocol clients، أي بمعنى ممكن أنت تعملها هذا التنل بين الرواتر، وممكن تعملها بين الراوتر وبين ال operation systems اللي هو المشتركين. طبعا تدعم كل ال operation systems. فالمالتي لينك طبعا هنا أنا المالتي لينك ال triple P أو اللي يسموها MP أيضا يدعمها بموضوعنا اللي هو Double PTP، ويوفر لك أيضا الـ MRRU اللي هو الـ Ability، القدرة على الـ أنه ينقل لك Full Size 1500 وممكن أكثر من الـ Package هذا المقدار. أضف إلى ذلك أنه يعمل لك Bridging، يعمل جسر عبر الـ Triple P، وهذا يساعدك أنه طبعا باستخدام منه باستخدام الـ Bridge Control Protocol BCP اللي هو راح يسمح لك انه ترسل رو صف من الايثرنت فريمز عبر منه عبر التربل بي لينكس. بهذه الطريقه من الممكن انه انت تعمل سيت اب لاي بريدجينج بدون استخدام الاي او اي بي. هذا البريدج طبعا ممكن انت تديره عن طريق ماك، وممكن يكون عن طريق الايثرنت الانترفيس مثلا. اوكي طبعا التربل بي لينك ما تحتوي على الماك ادريسز لان هي اصلا فيرتشوال. الدبل بي تي بي تحتوي ايضا على التربل بي اثنتيكيشن. اضف الى ذلك انه بيحتوي على حساب لكل دبل بي تي بي كونكشن، فبهالحاله يكون انت عندك فول اثنتيكيشن واداره وحساب عفوا لكل اتصال، وهذا ممكن انه يكون من خلال الريدياس كلاينت او عن طريق اللوكال. طبعا ايضا يدعم الدبل بي تي بي، ايضا يدعم الام بي بي اي 40 بت للار سي 4، وايضا يدعم الام بي بي 128 بت للار سي 4 انكريبشن. الدبل تي بي ترافيك يستخدم كبورت تي سي بي 1723، وايضا الاي بي بروتوكول جي ار اي اللي هو جينيريك راوتينج انكابسوليشن اللي بروتوكول اي دي هو 47. طبعا هذا منو اللي راح يضع هاي الاشياء؟ اكيد الانترنت اسايند نمبر اوثوريتي اللي هي الاي اي ان اي، ممكن تبحث عنها. الدبل بي تي بي ممكن تستخدمها مع معظم الفاير وولز والراوترز، ممكن تفعلها كترافيك طبعا هذا عن طريق من؟ عن طريق تفعيل البورت 1723 في الرواتر وفي الفاير وول. ايضا البروتوكول 47 للترافيك حتى تستطيع انه انت تعمل راوت توجيه من خلال الفاير وول او الراوتر. الدبل بي تي بي الكونكشن ممكن يكون محدد او ممكن يكون قابل للاعداد عن طريق من؟ عن طريق الماسكريد نت اذا في حالة انت تريد تعطي انترنت، وهذا الشيء احنا راح ناخذ فكره كامله عنها وكيف نعمل السيت اب لل دبل بي تي بي ككلاينت وكسيرفر. فهذا كان النظري، نتقابل وياكم بالعملي. لنقول لكم مع السلامه.